النهاردة هنتكلم عن برنامج مهم جدا من برامج الهجرة لكندا، وهو برنامج أجري فود بايلوت. وده برنامج يعتبر من أسهل برامج الهجرة لكندا، وهو مختص بمجال الزراعة والصناعات الغذائية. ومن خلال البرنامج ده بتتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة في كندا والجنسية الكندية بعدها. وكمان المميز فيه هو أنه متاح لكل الناس والكل يقدر يقدم عليه، لأنه أولا بدون نقاط، يعني مش بتحتاج أنك تجمع عدد معين من النقاط زي برامج الهجرة التقليدية المعروفة. وثانيا هو مش طالب مؤهل عالي او شهادة علمية عالية، يعني مطلوب منك فقط شهادة الثانوية او ما يعادلها، يعني حتى لو كان مؤهلك دبلوم فني تقدر تقدم على البرنامج. علشان تعرف كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج ده ومتطلباته وكيفية التقديم عليه بالتفصيل، تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنساش تدعمنا بلايك وتشارك الفيديو مع غيرك من المهتمين بالسفر والهجرة. ولو بتشوفنا لاول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد. برنامج أجري فود بايلوت عملته الحكومة الكندية لتلبية احتياجات سوق العمل في مهن معينة، يعني هم عندهم عجز في العمالة أو الأيدي العاملة يعني في المهن دي، وهم محتاجين يسدوا العجز ده. والمهن دي هي عمال المزارع أو العاملين في مجال الزراعة يعني بشكل عام، وعمال الصناعات الغذائية أو الناس اللي بتشتغل في مجال تصنيع الغذاء بأنواعه المختلفة، وعمال الإنتاج الحيواني أو الجزارين يعني، والناس اللي بيشتغلوا في مزارع المواشي وهكذا. وطبعا ده هيكون عمل بشكل دائم مش موسمي، وهيمكنك من الحصول على الإقامة الدائمة بشكل مباشر. والبرنامج ده مستمر لحد شهر مايو 2023 بحسب الموقع الرسمي لإدارة الهجرة الكندية. وطبعا ممكن يتم تمديده لو كانوا مازالوا محتاجين عمال في التخصصات دي ومازال فيها عجز عندهم. نيجي بقى بالنسبة للشروط اللي لازم تتوفر عندك علشان تقدر تقدم على البرنامج ده. أول حاجة هي الخبرة في المجال أو التخصص اللي هتقدم عليه، يعني لو أنت شغال في أي تخصص من اللي قلنا عليهم دول وهتقدم في البرنامج ده بالتخصص ده، يبقى لازم يكون عندك خبرة فعلية في المجال ده لمدة سنة على الأقل في بلدك أو بلد إقامتك اللي أنت مقيم فيها يعني. ودي حاجة سهلة إنك تعملها، يعني ممكن تروح لأي صاحب مزرعة مثلا وتطلب منه يعمل لك شهادة خبرة في المجال ده إنك كنت شغال عنده لمدة سنة أو أكتر، حتى لو اتفقت معاه إنه يعمل لك كده بمقابل مادي مثلا. وكذلك برضو لو في مجال الصناعات الغذائية هتقدر تجيب شهادة خبرة من أي مصنع وهكذا. والشرط التاني هو حصولك على عرض عمل من صاحب عمل كندي طبعا في المجال اللي هتقدم عليه، ودي هنتكلم فيها بعد شوية بالتفصيل، وهنشرح ازاي تقدر تقدم على العمل وتجيب عرض العمل ده. نيجي للشرط اللي بعد كده، وهو شهادة اللغة او اختبار الايلتس، وده سهل جدا لانه مطلوب ايلتس 4، يعني انك تكون جايب 4 على الاقل في اجمالي الامتحان او الاختبار كله، ودي مش درجة عالية يعني ولا هي حاجة كبيرة، يعني اي حد عنده مهارة متوسطة في اللغة الانجليزية يقدر ياخد الشهادة دي بسهولة ان شاء الله. الشرط اللي بعد كده هو خاص بالمؤهل الدراسي، وزي ما قلنا مش مطلوب اي مؤهلات عليا، يعني لو انت معاك ثانوية عامة او ازهرية او حتى ثانوية فنية هتكون مؤهل للتقديم على البرنامج. لكن طبعا في حاجة مهمة لازم نعرفها، وهي معادلة شهادتك علشان تكون زيها زي الشهادة اللي موجودة في كندا، وده بيكون من خلال المؤسسات الرسمية المختصة بالموضوع ده زي مؤسسة WES مثلا، وهي تعتبر من اشهر المؤسسات في مجال معادلة وتقييم الشهادات من خارج كندا. وبرضو في مؤسسات تانية كتير غيرها، هسيب لكم كل اللينكات الخاصة بيهم موجودة تحت الفيديو مع باقي اللينكات في وصف الفيديو. الشرط الأخير هو كشف حساب بنكي يثبت أنك عندك المال الكافي لإعالة نفسك ولإعالة أسرتك لو كانوا معاك في الفترة الأولى من تواجدك في كندا، وهتلاقي مكتوب قصاده زي ما احنا شايفين كده إن وجد، يعني مش شرط أساسي لكنه لو كان متوفر معاك هيكون أفضل طبعا. دي كده كل الشروط المطلوبة منك علشان تكون مؤهل للتقديم على البرنامج ده. أعتقد إنها شروط تعتبر بسيطة لأغلب الناس ومناسبة لفئة كبيرة يعني منكم. نيجي بقى للنقطة المهمة في الموضوع، واللي هي تعتبر أهم خطوة علشان تقدر تقدم في البرنامج، وهي حصولك على عرض عمل من صاحب عمل كندي. وطبعا لازم يكون العمل ده في واحدة من المهن او التخصصات المطلوبة زي ما قلنا. وانا شرحت كتير في فيديوهات قبل كده ازاي تقدر تقدم على عمل من خلال مواقع التوظيف سواء في كندا او هولندا او غيره، وهي تعتبر نفس الطريقة عموما المتبعة في كل الدول. اول حاجة هتدخل على مواقع التوظيف، واللي هتكون موجودة كلها برضو تحت الفيديو في صندوق الوصف، هتكتب في البحث اسم المهنة او المجال اللي انت هتقدم فيه، ولو متعرفش اسم المهنة بالانجليش فهتلاقي كل المهن المطلوبة عموما موجودة في الموقع الرسمي، واللي هيكون موجود برضو تحت الفيديو مع باقي اللينكات.
هتدخل على قسم المهن والصناعات المؤهلة هيظهر لك كل المهن المطلوبة. هتاخد اسم المهنة كوبي وهتحطه في خانة البحث في موقع التوظيف وتبدأ تبحث. وزي ما وضحنا في الأول لازم تكون المهنة بدوام كامل وعقد دائم مش مؤقت أو موسمي عشان يكون عرض العمل ده مؤهل للتقديم على البرنامج ده، يعني لازم تخلي بالك من النقطتين دول. وهتبدأ بقى تطبق نفس الخطوات في أي موقع بحث عن عمل من الموجودين تحت الفيديو، حتى لو تعرف أنت كمان مواقع تانية برضو قدم عليها، مش شرط اللي موجودين تحت الفيديو بس. يعني انا بس جبت لكم اشهر المواقع المعروفه بالنسبه لي في موضوع التوظيف ده وتعتبر مواقع موثوقه، لكن انت تقدر تقدم عادي فيهم وفي اي مواقع تانية تعرفها، مش هتخسر حاجه يعني. وطبعا كل ما بتقدم اكتر في نطاق اكبر بتكون فرصه قبولك افضل في اي فرصه من اللي بتقدم عليه، يعني بدل ما بتقدم في مكان واحد او مكانين مثلا معينين وعلى 3 4 فرص مثلا او 5 فرص، لا انا لما اقدم مثلا على 30 فرصه هتكون فرصه قبولي في اي فرصه او 2 منهم على الاقل هيكون افضل ما اكون انا بقدم على عدد محدود يعني. وفي النهايه انت مش هتخسر حاجه، كل دي حاجات اونلاين انت بتعملها مثلا من على الموبايل وانت قاعد في وقت فراغك، مش هتخسر اي حاجه، ممكن ربنا يسهل لك الامور وتقبل في حاجه زي دي. بعد ما توفر كل المستندات اللي اتكلمنا عنها دي هتيجي بقى للخطوه الاخيره وهي التقديم على البرنامج. بيكون في ابلكيشن انت بتملاه بنفسك، وهيكون برضو موجود اللينك بتاعه تحت الفيديو مع اللينكات اللي تحت الفيديو، بتملى كل البيانات المطلوبة فيه بدقة وبدون اي اخطاء، وبعد كده بتطبعه، يعني بتملاه الاول على الكمبيوتر وبعد كده بتطبعه وبتوقع عليه. وبيكون في ابليكيشن تاني خاص بصاحب العمل اللي بعت لك عرض العمل هو اللي بيملاه، وبعد كده بتدفع الرسوم الخاصة بالطلب ودي بتستردها تاني في حالة رفض طلبك لقدر الله. وطبعا بترفق مع الطلب صورة شخصية ليك والافراد اسرتك لو كنت هتاخدهم معاك زي ما وضحنا، وكمان بتقدم فحص طبي شامل يثبت انك خالي من اي امراض، وبتقدم سجل جنائي يثبت ان مفيش عندك اي قضايا او احكام جنائية، وبعد كده بتبعت الطلب بالكامل على العنوان الخاص بإدارة الهجرة الكندية بنفس الشكل اللي ظاهر قدامنا ده، وهيكون اللينك برضو موجود مع اللينكات تحت الفيديو. وممكن السفارة تبقى تتواصل معاك علشان البصمة البيومترية والتصوير الخاص بالفيزا، وكمان لو كانوا محتاجين منك أي أوراق أو وثائق إضافية مثلا ممكن يطلبوها منك من خلال الإيميل في أي وقت، وممكن يطلبوا منك تحديد موعد للمقابلة برضو لو كان عندهم بعض الأسئلة اللي عاوزين يطرحوها عليك مثلا بشكل مباشر. وبالشكل ده تكون أنهيت كل الخطوات الخاصة بتقديم الطلب بنجاح، وبتنتظر بعد كده الرد من إدارة الهجرة، وده ملوش مدة محددة الصراحة، يعني هما مش موضحين على الموقع مدة محددة يتم الرد عليك في خلالها، يعني ممكن يكون الرد بعد أسبوعين مثلا أو شهر أو أكتر أو أقل على حسب الوضع ساعتها وعلى حسب عدد الطلبات المقدمة. وفي حالة القبول إن شاء الله بيبعتوا لك إيميل لتأكيد قبول طلبك وتأهلك للحصول على الإقامة الدائمة، وبيحددوا لك موعد علشان تروح تاخد التأشيرة على الباسبور، وبعد كده بتحجز الطيران بتاعك وتتوكل على الله. وده كده كان كل شيء عن التقديم لبرنامج أجري فود الكندي، أتمنى يكون الشرح واضح للجميع، وأتمنى أن أكون قدرت أقدم لكم معلومة مفيدة. ما تنسوناش من صالح دعائكم، وياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو علشان يوصل لغيركم، ولو مهتمين بالمحتوى اللي بنقدمه اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم أي فيديو جديد أول بأول.